السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لالا ماما، قناة الوصفات الناجحة والمضمونة والاقتصادية. اليوم جبنا لكم وصفة كعب غزال اللي غادي تكون ان شاء الله ناجحة معكم 100%، حتى اللي اول مرة غادي تديرو غادي ينجح معها ان شاء الله من اول تجربة. ما عليها غير تبع الفيديو حتى الاخير وتبع النصائح اللي غادي نعطيكم باش ان شاء الله تنجح معكم هاد الوصفة وتحصلوا على كعب غزال اللي يجي معلك من الداخل والورقة ديالو تجي هشيشة ورطبة وتنجح معكم وما تبدل الشكل ديالها في الفران. بالنسبة لعجينة كعب غزال أولى الورقة، غادي نحتاجو 500 غرام من الدقيق من النوعية الجيدة الخاص بالحلويات، رشيشة الملحة، ومعلقة عامرة ديال العسل اللي ما عندوش يمكن له يعوضها بسكر كلاصي. وغادي ناخد 125 غرام ديال الزبدة، أنا هنا خديت غير زبدة دماركارين راها كتجيني ناجحة ومزيانة. كنحكها في الحكاكة الغليظة مع الجو دابا بارد، إلا كان الحال سخون كنخليوها بدرجة حرارة المطبخ حتى كترطب، وندخلوها في داك الدقيق مزيان، نرملوها مزيان بيدينا، نحكوها بين إيدينا حتى نحصلو على واحد الخليط اللي يكون مرمل وكله ملبس بالزبدة. باش غادي نعجنوها غادي ناخد هنا كاس لارب ديال الماء، وغادي نزيد عليه ربع كاس ديال ماء زهر، انا هنا خديت ماء زهر النوعيه الجيده غير اللي كيتباع ماشي ديال الدار. وعجنت بها، كنعجن مزيان ونحضيو باش ما نفوتوش فيها الماء وتجينا رطبه. خصنا نحصلو على عجين اللي يكون قاصح، نخليوه غير يرتاح باش يرطب معانا. وخصنا لازم نحصلو على عجينة اللي تكون قاسحة، هذا هو أول سر من أسرار نجاح كعب غزال. خص تكون العجينة قاسحة مزيان، نعركوها واحد شوية ونديروها في بلاستيكة ونخليوها ترتاح على الأقل ساعتين عاد نبداو نخدمو بها. كل ما كانت العجينة قاسحة كل ما كتعطينا الطوع وكتسهل علينا في التشكيل ديال كعب غزال. ودابا غادي ندوزو باش نحضرو العقدة ديال اللوز ديالنا. خديت هنا تقريبا 1 كيلو لارب ديال اللوز اللي سلقتو وفسختو وخليته ينشف مزيان، طحنته مع واحد تقريبا 300 غرام حتى 400 غرام ديال السنيدة على حسب الذوق. ضفت عليه معلقة صغيرة ديال المسكة الحرة اللي دقيتها مع واحد شوية ديال الملحة، ضفت عليه شوية ديال القرفة حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال الزبدة من الأصل حيواني. وغادي نعجن هاد الشي كله، أنا كنرش بما زهر. هنا العقدة كتوجد معنا على حسب النوعية ديال اللوز، كاين اللوز اللي كيكون ميدم وكاين اللوز اللي كيكون شاحت. كاين بزاف الاخوات كيقول لك ملي كنبدا نعجن في اللوز كيبقى يطلق لي الزيت، هذا ماشي مشكل، هذا يعني ان داك السكر اللي طحنته مع اللوز ما تطحنش مزيان، بقاو هكاك حبيبات. كنزيدو نرشو بما زهر ونعجنو نرشو ونعجنو حتى كيذوب السكر وكتجمع لنا العقده. ما نخافوش منه ولا نقولوا راه ضاع لنا، احنا غادي نبقاو غير رشو وكنعجنو حتى كتوجد. كاين العقده اللي من بعد واحد جوج رشات كتجمع، وكاين العقده اللي كيكون خصها حتى الخمسه ديال الرشيشات عاد باش كتكون واجده معانا. كنبداو نعجنو هكا مزيان وحنا كنرشو بما زهر غير شويه شويه، تقريبا واحد معلقه كبيره هكا في كل رشه، ونعركوه مزيان. انا هنا حطيته غير على سطح العمل باش ساعدني مزيان، اولا نديروه في شي قصعه ونعجنو، ولكن هاد الطريقه هادي هي اللي كتكون سهله. كنعجنو مزيان حتى كنحصلو على واحد العقده اللي كتكون عندنا مجموعه ولينه ورطبه. من بعد ما داز تقريبا واحد 10 دقائق وانا كنعرك فيه حصلت على هاد العقده كيف ما كتشوفوها، هي رطبه. كنحصلوا على عجينه اللي تكون رطبه هكا وملسه،
غادي نشكلو بها حريبلات على هذا القياس، على حسب القياس اللي بغينا كعب غزاله واش كبيره ولا صغيره. غادي نوريكم طريقه الخدمه بجوج طرق، الطريقه اللي غادي نخدموها غير وحده بوحده، والطريقه اللي غادي نخدموها مجموعه بمجموعه. بالنسبه للطريقه الاولى، كناخذ واحد الكميه ديال العجينه، كنطلقها مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كتبدا الارض ولا سطح العمل كيبان. كنحط فيها حربول ديال العقده وندهنوا بواحد شويه ديال الزيت باش يساعدني ان العجينه تسرح عليه، ونبدا كنلصق عليه العجينه مزيان غير بصبعي الصغير، نتاكد انها لصقات وخرجت كاع الهواء، ونبقى كنطلعها ونقاد نطلعها ونقاد حتى كنحصل على شكل كعب غزاله، ونضغط على العجينه باش تلصق مزيان، ونقطعها بالجراره. انا نخليكم مع الفيديو هو شارح نفسه. اللي بغى يخليها هكاك عاديه سامبل بلا ما ينقشها يخليها، واللي بغى ينقشها ينقشها في هذه المرحله هذه، نقشوها بالنقاش دوزوه في شويه ديال الطحين، وعاد وليو قادوا لها الجناب باش كتجينا ديك النقشه مقاده، ونحطوها في شي بلاطو ونخليوهم يباتوا ليله كامله. نستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. كنولي نجمع عاوتاني العجينه اللي شاطلي في الجناب، ونولي نطلقو مزيان حتى يبدا سطح العمل كيبان، ونكررو نفس العمليه. كنحط الكميه ديال اللوز، ندهنها بالزيت، نقلب عليها الجهه ديال العجينه، نضغط بصبعي الصغير مزيان تنخرج الهواء، وكنطاكي بصبع الغليظ من الجهه المقابله، ونبقى نطلع في العقده كنطلع نطلع حتى كتقاد. ملي كتبداو تخدموها الاولى الثانيه، راه كتوليو تخدموها بطلاقه، والراسها راسها ما حدكم كتطلعوا العجينه وهي كتقاد راسها تشكل. كنقشوها كيف ما قلت لكم هو الاول بالنقاش اللي يكون دايز في الدقيق، وعاد نوليو نزيدو نقادوها نطلعوها باش كيجينا النقش مايل وزوين. هذه بالنسبه للطريقه الاولى ديال وحده بوحده، انا من الاحسن كنفضل هذه الطريقه ديال مجموعه بمجموعه. كنحط العجينه قبلتي بشكل طولي، كنطلقها كلها بالدلاك حتى هي رقيقه، ونحط فيها هكا 4 ولا 5 ديال الصبيعات اللوز، ونقلب عليها العجينه بنفس الطريقه اللي درنا الطريقه الاولى وحده بوحده، غير هنا كنخدموا مجموعه بمجموعه، ونقادو كيف ما شفتوا بالصبع الصغير باش نخرجوا الهواء ونلصقوا العجينه مزيان على العقده، ونطلعوها ونقشوها ونقطعوها. نخليكم مع الفيديو باش تفهموا اكثر. ملي كنكمل التشكيل ديالهم كنغسلها ونشكلها ما تلصقليش بسطح العمل ويتخسر الشكل ديالها. كناخذها كنقشها حتى هي الاول، عاد نولي نقاد لها الشكل ديالها، وهذا هنا كندير الدقيق باش العجينه ما تلصقش مع سطح العمل وتبقى يضاع الشكل ديالها. كيف ما شفتوا ملي كملناها بالنقيش، عاد كنقادو هذيك الساعه ونطلعوها مزيان باش كيجيونا النقيشات مايلين بهذا الشكل هذا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كيكملش نكملوا الكميه اللي عندنا. بالنسبه لهذا الشكل هذا انا درتو شكل متوسط، ما درتوش صغير وما درتوش كبير.
انا هنا حاولت ما نسرعش الفيديو وما نقطعش منه، نخليه كامل باش تشوفوا الطريقه بنفسكم. يعني راه ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه، كيخصنا غير نزعمو ونتبعوا المراحل. يعني كتجيني ورقه زوينه وعقده زوينه بهذه الطريقه. من بعد ملي كنكملوا الكميه كلها ديالنا، كنستفوها في شي بلاطو ونخليوها ضروري تبات، ضروري تبات باش يجي ناجح معانا. ملي كتبات دابا هذا لغدا لي الصباح، كناخدها كندهنها بيض بيضه، ماشي كلها، كندهن غير من الفوق، الراس ديالها من الفوق كندهنو بابيض بيضه اللي كنطربو واحد شويه، وكندير فيه واحد القطيره ديال روح الزهر. كيف ما كتشوفوا كندوز عليه غير ادويزه خفيفه غير من الراس ديال الكابسله بابيض بيضه، باش كيجي داك الشكل ديالها من الفوق محمر. انا شخصيا كتعجبني هكاك. كندهنوهم كاملين في البلاطو اللي حنا حاطينهم فيه، اللي باتوا فيه، ماشي في اللاطه اللي غتدخل الفران. بالنسبه لهادو اللي منقوشين ما كنتكوهمش بالابره، ولكن اللي كيكون عادي كنتكوهم هكا واحد 3 تكيكات من الابره من الجهه حتى تخرج الابره من الجهه المقابله. كنستفوهم في لاطه ديال الفران وندخلوهم الفران اللي يكون سخون، وملي ندخلوهم الفران نخليو باب الفران محلوله، ما نشدوهاش كاع، كنخليوهم هكا على حسب الشكل ديال الكعب غزال اللي كتبغيوه، واش يكون محمر ولا يكون غبيه شاد في راسو. كندخلوهم يطيبوا، ملي كيطيبوا نحصلوا عليهم على هذا الشكل هذا، كنخليوهم يبردوا وعاد كنجمعوهم، كيجيو رائعين. بالنسبه ليا انا ملي كنخرجو من الفران كندير واحد نص كاس د ما زهر وندير معاه واحد معلقه د الجليكوز وندهنو هكا دهينه خفيفه باش كتجي فيه ديك اللمعه. وها هو واجد، وان شاء الله نتمنى تجربوه وينجح معكم. وما تنسوناش من اللايكات والتعاليق ديالكم وتبارطاجيو القناه من فضلكم. الى اللقاء.